دور كبير يقوم به رجال الإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة للإطفاء من أجل توفير أقصى درجات الأمان لمرتادي البحر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني تعتبر الأجواء البحرية يعني خاصة في الفترة بسام هي المتنفس الوحيد الكثير يعني للشباب ولكل العائلات تقريبا. بالفعل مع ارتفاع درجة الحرارة يا مناير، لكن هنالك جهود كبيرة يقوم فيها رجال الإنقاذ البحري من أجل تأدية واجبهم على أكمل وجه. لهم منا عبر برنامج العالم هذا الصباح كل التحية والتقدير على المجهودات المتميزة اللي راح نسلط عليها الضوء من خلال هذا التقرير. الحرارة هذه الأيام والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، أصبحت الشواطئ والأنشطة البحرية وجهة ومتنفسا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها. ومع هذه النشاطات يبرز دور إدارة الإطفاء والإنقاذ البحرية التابعة للإدارة العامة للإطفاء التي تحرص على سلامة مرتادي البحر. دور الإنقاذ البحري هو الهدف العام لإدارة عامة الإطفاء، وهو حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات وكذلك البيئة، ويتلخص تحقيق هذا الهدف من خلال التعامل المباشر مع البلاغات والحوادث وإجراء ما بعد الحادث من حماية الممتلكات. وحماية الممتلكات احنا يعني كذلك من خلال رسائلنا التوعوية، من خلال النصائح والإرشادات، ممكن مالك القارب أو مرتاد هذه القطعة البحرية أو مستخدم هذه الوسيلة من وسائل البحر يساعدنا في المحافظة على هذه الممتلكات. إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري لا تألو جهدا في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطلق دعت مرتادي البحر سواء للصيد أو التنزه أو السباحة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة من أجل سلامة الجميع. الطاقة الاستيعابية هذه الزايدة على الشواطئ تسبب قلة انتباه أولياء الأمور على أولادهم. لما أنا طالع ماخذ عيالي اثنين فجأة إلى عيال أخوي، عيال أختي، أهلي، أخذ وياك عيالنا وأخذهم، بدل ما جاب الاثنين وتصير عيني على اثنين راح تصير عيني على 10، 100% راح يقل تركيزي وانتباهي. حماية الأرواح بارتدائك سترة النجاة، المحافظة على الممتلكات وهذه القطعة البحرية من مخاطر الحريق وتطوره من خلال مطفأة الحريق، فهذه الوسائل وهذه المعدات تساعد على الحد من تلك المخاطر. جهود كبيرة وعمل دؤوب يقوم به رجال الإنقاذ البحري المدربون على أعلى المستويات من أجل تأدية واجبهم على الوجه الأكمل، واستعداد تام في أي وقت لمجابهة أي حادث قد يطرأ لمرتادي البحر. فرق وطواقم على أهبة الاستعداد في أي وقت، ورجال يبذلون الغالي والنفيس من أجل حياة الآخرين. إنهم رجال الإنقاذ البحرية.